طيب ساعدني انا بقى مش عارفه ابتدي معاك منين الحكايه، عارف نبتدي منين الحكايه الفيلم. انا مش عارفه ابتديها منين، يعني ابتدي من ساعه ما الفنان الراحل الله يرحمه نور الشريف اختارك وكان حصل مواقف ساعتها، ولا من فيلم الناظر والدور اللي كبر انت عايزنا نبتدي منين، ولا نبتدي من الاخر؟ ممكن نبدا من البدايه خالص. من البدايه بس كده. البدايه خالص ان انا اول ما ابتديت امثل يعني ابتديت ان انا امثل تقريبا مثلا من وانا صغير خالص، من مثلا من 98 مثلا او حاجه. وابتديت اعمل حاجات كتير قوي، كنت بنزل في اعلانات ومسلسلات، كنت بنزل يعني كومبارس محدش عارفني خالص. يعني 98 ده كان عندك كام سنه؟ لا كنت يعني 98 ده انا لما عملت فيلم الناظر كنت في ثانويه عامه. فيلم الناظر كان سنه 2000. 98 ده ممكن كنت في اعدادي مثلا. حاجه كده يعني. اعدادي اولى ثانوي حاجه كده. صغير جدا. في اعدادي او اولى ثانوي تقريبا يعني. فابتديت اعمل حاجات، كنت بطلع مجاميع يعني ما حدش عارفني خالص يعني. وفاكر كنت عملت اعلان، كان اول اعلان يطلع فيه نور اللبنانيه يعني ما كانش لسه معروفه. كان فيه شمس نيم وكان اخراج استاذ شريف عارف. وانا كنت فرحان جدا، كنت واخد 40 جنيه. فرحان جدا 40 جنيه دول كانوا وفاه طبعا. فبعديها ابتديت بقى ايه يعني ايه، كنت انترستد جدا ان انا اكمل واشق الطريق. فكلموني في مره قالوا لي في مقابله للاستاذ نور الشريف، فيلم اخراجه يعني حاجه كده تكمله زي فيلم حبيبي دائما. الله. وانا كنت بحب الفيلم ده جدا طبعا كلنا. فطبعا قلت هروح بقى وانا متحمس. فدخلت لقيت جينات مصر كلهم جوه، اجسام بقى وجينات وشعر وبتاع. وانا كنت فاهم انا ايه اللي جابني هنا، وانا بقى كنت يعني صغير وكنت اتخن من كده بكتير وبنضاره وشعري خفيف كده، فاللي هو انا ايه اللي جابني هنا فاهم. فبصيت لهم كده فحسيت ان انا ماليش يعني مش لايق فاهمه، مش لايق انا هترفض يا جماعه خلاص ده وشي. فانا قلت خلاص انا جيت، انا ركبت تاكسي وجيت، فانا هقعد وربنا بقى ايه فاهم يكرم بقى. المشكله بقى ايه ان ما ولا واحد فيهم اتخذ، انا الوحيد اللي اتخذت. بتهزر؟ والله العظيم انا مش عارف نور الشريف شاف فيا ايه، وما اعرفش هو حبيني قوي كده ليه، ابتسم كده وقعد يتكلم معايا وراح معلم عليا صح. وروحت البيت لقيتهم كلموني من مكتب الاستاذ نور الشريف وقالوا لي تعالى استاذ نور عايزك وتعالى عشان تمضي وكده. ومضيت وكان دور صغير كده، كان حوالي 4-5 مشاهد وكانت اول مره امثل. لا بس ده على فكره مش صغير بالنسبه لانت اول مره تمثل مع فنان بحجم الفنان طبعا الشريف. طبعا وكان جميل قوي ربنا يرحمه. وبعد كده قعد بقى يعلمني ازاي اقف قدام الكاميرا وازاي ان انا اخد الاضاءه. هو كان ما شاء الله عليه كان في الحته دي كان عبقري يعني. يعني كان يخش ما بيقولوش يقف فين ولا ياخد اضاءه ازاي، هو عارف هو بيعمل ايه. هو كان التكنيك عنده عالي قوي، فقعد يعلمني ازاي اقف قدام الكاميرا وبتاع. وانبسطت قوي قوي قوي. مفيش بعدها بسنه كنت قريت في الجرايد، ايامها بقى الجرايد بقى ما كانش فيه سوشيال ميديا والكلام ده، ان في فيلم الناظر بيتعمل بتاع الله يرحمه علاء ولي الدين. طبعا انا قعدت احلم بقى بالفيلم ده، كان نفسي امثل فيه جدا لان انا عارف ان في مدرسه، فكنت عارف ان ليا فرصه كويسه قوي ان انا اكون من الطلبه بتوع المدرسه دول يعني. فلقيتهم فجاه كلموني كده سبحان الله، ورحت عملت اوديشن، والدور اللي انا كنت بعمل عليه اوديشن اتلغى اصلا بقى. اتلغى مش عارف. فانا قالوا لي تعالى كده، فانا كنت رايح مجاميع برده. فانا في اللوكيشن استاذ شريف عارفه كل شويه عمال يبص لي من فوق لتحت، انا مش فاهم. قعدت اقول هو ده اعجاب ولا تنمر؟ لا انا قلت انا مثلا شكلي وحش او لابس لبس غريب، حاجه وحشه يعني حاجه غلط حاجه غريبه وبتاع. فمستغرب جدا بيبص لي بجد يعني كل شويه يبص لي من فوق لتحت. فبعديها بشويه استاذ مروان حامد كان هو مساعد مخرج جالي قال لي يا سعداني ابسط للاستاذ اختارك ان انت تمثل معانا دور حلو قوي. قلت له الكلام جد؟ قال لي والله العظيم ده معجب بيك جدا. قلت له انا عمال اقول بيبص لي كده ليه؟ انا طب انا كويس. قال لي يا ابني تمام. رحت عملت كده اوديشن قدامه، كان قاعد هو احمد حلمي. فالحوار المفروض ان انا كان بيقولوا لي انت اسمك ايه؟ فبقول لهم هي بالسين سامي سمين. فانا بدل ما اقول سمين فقلت ساميه، فلقيتهم هما الاثنين بيضحكوا جدا. فانا ما فهمتش، قلت لهم بتضحكوا على ايه؟ فانا فكرتهم بيتريقوا عليا، ما انا مش فاهم حاجه. قالوا لي يا ابني انت جبت ساميه منين؟ اسمها سمين اصلا. فدخلت اصور لقيت شريف عارف راح قايل كات، قال لي حلوه حلوه قولها ساميه عجبتني. وبعد كده بعد ما خلصت المشهد ده بقوا يقولوا لي تعالى كل يوم. فكل ما يلاقوا حته ان يدخلوني فيها يدخلوني. الدور كبر يعني الدور ده ما كانش الدور اصلا، كان الدور كان صغير وكبر. انا اتقدمت في الاخر ان انا وجه جديد مكتوب اسمي في التتر بشكل كويس جدا سبحان الله يعني. وكلها بقى مشت كده يعني. هو ده اعتقد قبول وكاريزما الحمد لله. ده مش حاجه كده الحمد لله يعني طباعتيا. لا الحمد لله عندك قبول وكاريزما الحمد لله جدا الحمد لله. انا هقول لك هنا بعمل ايه وهرجع تاني للموضوع ده. أوكي. بتاع طرطس بس في وشي. اوكي. ده توم وهنا كزبره وهنزل الحمص. بص اللحمه خدت لون حلو جدا لو انت شايفها على الشاشه. بص اللحمه خدت لون حلو جدا، دول عايزين نوصل له. هننزل معاها الحمص وكمان العدس يتشوحوا مع الثوم والتوابل. هو العدس مسلوق يا عمرو ولا؟ نعم العدس منقوع والحمص مسلوق نص سلقه. ماشي.
وكمان الصلصه والطماطم ورق اللور وكده نبقى خلصنا. حلو جدا. نص الشوربه او ثلاث ارباع الشوربه. ماشي. انا عايز ارجع لك بقى تاني على فيلم الناظر. احكي لي وانت في المدرسه في ثانوي وانت في فيلم سينما ايه اللي بيحصل في المدرسه؟ اكيد كان في هيستيريا عليك. وانا في مدرستي انا شخصيا ولا قصدك يعني اصحابك في المدرسه؟ لا انت كنت نجم يعني كله دخل، مفيش حد ما دخلش فيلم الناظر. طبعا طبعا. حد حتى لما نزل على التلفزيون ما شافوش مره واثنين وثلاثه. والله العظيم يا عمرو انا لغايه النهارده لما بيتذاع الفيلم ده وحياه ربنا انا بفضل قاعده قدامه. ايه ده؟ لا فيلم الناظر يعني فيلم طبعا قوي جدا جدا. الله يرحمه. طبعا لا يعني انا كانت فتره بالنسبه لي حلوه جدا. وطبعا انا يعني فيلم الناظر ده ما فيش حد ما شافوش. طبعا انا كنت نجم بقى يعني. أيوة. يعني في المدرسه بقى يعني مش عايز اقول لك بقى اوعى بقى فاهم بس ساعدني جه يا جماعه كل عايز يبقى صاحبك. يعني الحمد لله يعني. لا انا بص انا كده كده بصراحه يعني انا كده كده من قبل حتى ما تشاف او ان انا امثل انا كده كده يعني نجم محبوب يعني محبوب. الناس كلها بتحبني، الناس كلها بتحب اهزر اتكلم مع الناس كلها، فانا كده كده اوريدي الحته دي عندي. فبعد بقى اوريدي ما ابتديت امثل لا الموضوع زاد يعني طبعًا. يعني بقى في ناس ما اعرفهمش بقى يعني. لا الحمد لله كانيتك كبرت. الحمد لله. وبعديها ابتديت اعمل فتره كبيره جدا اعلانات مع مخرجين كبار، لان اغلبيه كل المخرجين السينما هم اللي بيخرجوا الاعلانات. وبدات بقى القصه ان انا يعني بدات بقى الانطلاق الحقيقي يعني فعلا من سنه 2004 من فيلم اسمه ملك وكتابه. طبعا كنت رايح في الفيلم ده كومبارس. بجد فعلا والله العظيم. انا مبسوطه ان انت ما بتخجلش. في ناس بتخجل ويقول لك لا ده انا مش عارف ايه وتعرف ليه؟ يعني انا بيعجبني اصلا زيك كده يا جماعه. انا كانت مثلا بدايتي كانت مراسله يعني عادي على مثلا مش عيب. هو انا هبدا نجم على طول يعني؟ لا لا خالص بالعكس. ده انا بالعكس ده انا خلي بالك انا بنبسط جدا بده لان انا بتعلم طول ما انا ماشي في الطريق طبعا. وباخد الاكسبيرينس بتاعتي باخد ثقه اكبر. لا ما ينفعش اخش كده مره واحده طبعًا. فبالعكس انا كنت رايح على ان انا ماليش دور وانا كنت حابب جدا ان انا اشارك في الفيلم يعني. وكان المخرج المنفذ كان الاستاذ شادي الرملي، المخرج ابن الاستاذ لين الرملي. كان بيحبني لانه اشتغل معايا اعلانات كتير قوي وعارف موهبتي يعني. فهو جابني في الفيلم. واستاذه كامله بوزيك ما تعرفنيش اصلا. فكان في دور كده دور ارتجالي يعني هو مش مكتوب حوار، هم عايزين حد دمه خفيف يخش يعمل الحته دي ارتجال من خياله. فقال لمساعده المخرج روحي هاتي في ولد اسمه سعداني هاتيه يعمل الدور ده كويس قوي. فجت جربتني ما عجبتهاش. انا طبعا لسه عارفه جديد مكسوف وانا حطيني قدام الكاميرا واطلقيني ما تجربنيش في البدايه يعني. فقالت له يعني مش قد كده. قال لها يا بنتي ده كويس هاتيه اسمعي كلامي. قالت له بص براحتك بقى يعني انت حر بقى استاذه كامله لو ما عجبهاش انت حر. قال لها اسمعي كلامي بس حطيه. فالمهم حطوني حطوا الكاميرا فابتديت انا ارتجل يعني. واحنا في المعهد فنون مسرحيه كنا بنصور لايف هناك. وانا برتجل وبعمل المشهد المفروض ان انا بتريق على محمود حميده في المشهد يعني. وهو كان استاذ ممل والناس كلها بتخاف منه فانا بتريق عليه ومخنوق. فوانا بمثل سمعت صوت ضحك فانا مش فاهم فانا حسيت ان الناس بتتريق عليا. فانا كملت المشهد وخلاص. اول ما اتقال كات لقيت سوكسيتا سقيف هيستيري. فانا برضو مش فاهم وده انا يا شباب ولا ده يعني ده من كتر التريقه بتسقفوا لي يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم بجد يعني. فبعد ما خلصت ولقيت تسقيف بجد والناس بتضحك فلقيت كامله ابو ذكري جات لي قالت لي انت جميل قوي انت اسمك ايه؟ قلت لها انا اسمي سعداني. فراحت لعبالي في خدودي كده قالت لي راحت قايله بقى لمدير التصوير قرب بقى الكاميرا ناخده كلوز حلو حلو. وبعد كده قالت لي تعالى كل يوم. والله ما بهزر الناس لما بتشوفك على طول بتدمنك. والله الحمد لله. فبقيت وبعد كده في الاخر اتقدمت يعني اتقدمت بشكل كويس قوي في الفيلم في التتر حتى وبقى دور كويس جدا جدا. ومن هنا بقى انطلاق بقى يعني الحمد لله. احمد حلمي شافني في الفيلم ده جابني في فيلم مطب صناعي. منى زكي نفس القصه واستاذ خالد مرعي واحمد السقا جابوني في فيلم تيمور وشفيقه كنت عامل السواق أيوة بتاع منى زكي. أيوة. مش عارف بعديها في عند ليه بتدق يعني قصدي كانت مرحله الانطلاق ان انا الناس تبتدي تجيبني. انت من انا بعتبر او بشوف ان انت من المحظوظين الحمد لله يعني طبعا بموهبتك وتوفيق ربنا ليك.